الحمد لله، قبل كل شيء على الانتصار وعلى المانيه اللي قاعدين نعملوا فيها. بالنسبه ليو انا شفت اليوم عمل ماتش كبير، سيرتو معناتها اول ماتش بينينا وياه. نورمالمون تكون الكومونيكاسيون صعيبه ولا ديبتاسيون صعيبه، مي شفتو بالعكس كانت لا ديبتاسيون سهله بيناتنا، بوكو دو كومونيكاسيون. هذاك الحاجه هذه الحاجه بها ليكيب ناسيونال كنا مش قاعدين نقبلوا فيه. تو برشا بونتويت توا بقدرة ربي قاعدين نخدموا، ان شاء الله اللي يكون حاضر منا الكوب دو موند هو اللي يلعب، ان شاء الله اللي يعطي البلوس للجروب هو اللي يلعب ويبدا اون فورم ان شاء الله. مش انا باش نحكي عليها اليوم، يعني كيما قلت لك اليوم عمل ماتش كبير، ماتش باهي، الناس الكل مشات الجامعة، الناس الكل تفرجت. ان شاء الله يكمل يوصل لك، ان شاء الله يكمل يعطينا البلوس، وباش كيما نقولوا نحن نلقاو ستابيليزيتي معناتها في الديفونس ونمشي اون تاور اكثر ان شاء الله.